بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستأنف ما بدأناه الليلة البارحة وما قبلها في شرح الكتاب المبارك عن الإيمان، كتاب أبي عبيد، ونبدأ من حيث ما وقفنا أمس، وربما نغير طريقة الشرح الليلة فنتجاوز عن كثير من التفصيلات لأننا بقينا في باب واحد ليلتين، فسنتجاوز كثير من التفصيلات فيما يأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ولنا أجمعين: ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث الشفاعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صولب. نعم، يعني هذا الحديث أو أحاديث الشفاعة عموماً استدل بها العلماء على التفاوت في الإيمان، وأن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في إيمانهم، وهذا للرد على من يقول بعدم التفاوت في الإيمان، الذي هو قول سائر الطوائف المخالفة لأهل السنة. ومستند الدلالة في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كما جاء في الأحاديث الصحيحة 4 مرات، في كل مرة يشفع في قوم هم أقل إيماناً من الذين قبلهم، وهكذا. فهذا يدل على تفاوت إيمانهم. فيعني هذه الأحاديث، أحاديث الشفاعة، نص في هذا الباب، في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت المؤمنين في إيمانهم. والعبارة التي جاءت في التعليق على الحديث وهي وإلا صولب، هذه يعني لم أجد لها معنى معينا، والسياق يدل على يعني أنه يعني إذا لم يبقى أو إذا لم يعني تكون شفاعة فإنه يعذب أو شيء من هذا القبيل. لكن نسخة كما تعلمون هو نسخة وحيدة فيها بعض الإشكالات، بل فيها كما يظن أيضا نقص، لأن بعض الأئمة كمحمد بن نصر المروزي والحافظ الذهب بن حجر ينقلون عبارات قد تكون في بعض الحالات مطولة ليس لها وجود في هذا الكتاب، ويشيرون إلى أنها في كتاب الإيمان. نعم. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان. كذلك حديث علي عليه السلام: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن يعني أعمال البر، وكلها يشهد، يعني هذا يظهر أنه صحيح في العبارة، وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ يعني هذا الباب في الجملة وفي ذكر النصوص من الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف في الدلالة على أن الأعمال من الإيمان، وفي الدلالة على التفاوت في الإيمان، وجاء بهذا وجاء بهذا، وسيفرد باباً مستقلاً كما سيأتي إن شاء الله عن زيادة الإيمان ونقصانه والرد على المخالفين فيه وذكر الأوجه التي فسروا بها أو أولوا بها النصوص الواردة بزيادة الإيمان ونقصانه، ويبين خطأهم في ذلك. نعم. ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط،
والذي يزعمه أنه بالقول خاصة، يعني لأنه جاء في الآية بعد قوله وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فبين أن المؤمنين حقا هم الذين يقرون فقط ولا يأتون بالأعمال، يأتون بالأعمال، فدل هذا على أن المؤمن حقا هو لابد أن يأتي بالأعمال، فهذا وجه الاستدلال بالآية. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل. يقصد الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإقرار يكفي، وإذا أطلق القول كما ذكرت لكم فالمقصود به الإقرار بالشهادتين. نعم. والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أن هاهنا منزلا دون منزل، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. كذلك ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. ثم قال أيضا، يعني النصوص كثيرة في هذا الباب وسيأتي زيادة من النصوص في زيادة الإيمان ونقصانه، باب مستقل ودفع للإشكالات حول تأويل المرجئة لها. ومثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لو كان الإيمان متحققا بمجرد الإقرار والأعمال غير داخلة فيه لم يكن لهذه الآية معنى، لكن لما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليس المقصود مجرد ثبات على الإقرار، وإنما بالزيادة بالصلاة والزكاة والحج والصوم وقراءة القرآن والذكر والطاعات كلها، فهذا المقصود أن ازدادوا إيمانا بعمل الطاعات. نعم. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا. وهذا مهم جدا لبيان أن ما يذكره الإمام أبو عبيد هنا ليس رأيا خاصا به، وإنما هو حكاية لما عليه السلف الصالح، لأن هذا مهم لطالب العلم أن يعرف أن هذا الذي يقرره الإمام أبو عبيد ليس قولاً له وإنما هو حكاية لقول السلف في هذا الباب. نعم. أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاً. نعم. ويعني أصل قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية واتباع للسنة، ومنهم من يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وكل هذه العبارات لا تنافي بينها، كلها تدل على معنى واحد، لكن بعضهم قد يزيد عبارة من باب البيان والشرح وليس من باب أنه يأتي بمعنى جديد لم يأتي به من قبله. نعم. وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. لا العبارة الصحيحة انتبهوا، لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، يعني حين يقر يدخل فيه في اسم المؤمنين، لا على الاستكمال عند الله، يعني بمعنى لأنه الآن يرد على المرجئة الذين يقولون إنه بالإقرار
يستكمل الإيمان، يدخل في اسم الإيمان ويستكمل الإيمان. فهو يريد أن يبين خلاف ذلك، يريد أن يقول صحيح أنه يدخل لكن لا على وجه الاستكمال، وإنما على جهة الدخول في اسم المؤمنين عامة. ثم هو بعد ذلك مطالب بماذا؟ مطالب باستكمال شرائع الدين والعمل بها. فصحة العبارة لا على الاستكمال وليس كما هو الاستكمال. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ وأقر. نعم، يعني العبارة التي أمامكم فيها إشكال. يقول لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه يريد أن من أتى بالإقرار فقد دخل في اسم المؤمنين، لكنه لا يستكمل الإيمان بمجرد الإقرار وإنما بالعمل بشرائع الدين، بمعنى أنه ليس على وجه الاستكمال، يعني ليس الاستكمال الإيمان يتحقق بمجرد الإقرار، وإنما الإقرار هو الدخول في الإيمان ثم بعد ذلك يأتي بشرائع الدين لاستكمال الإيمان. نعم. وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا على الاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. نعم. باب الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان معناه أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. هذه العبارة ما حكمها؟ فيما يظهر والله أعلم أن الذين أثاروا الإشكال هم المرجئة، أثاروها على أهل السنة فقالوا، لأن عند المرجئة وعند سائر الطوائف أن الإيمان حقيقة واحدة لا بد من ثبوتها أو انتفائها، لا تقبل الزيادة ولا النقص. فربما أشكل، طبعا يعني جعلوا ذلك من باب الإشكال على أهل السنة، يسألونهم هل أنتم مؤمنون؟ فإذا قال إن شاء الله فكأنه يشك في إيمانه، لأن عندهم الإيمان مرتبة واحدة تقبل الثبوت أو الانتفاء. أهل السنة ردوا عليهم بأن الجواب على هذا ليس جوابا واحدا، وإنما العبارة محتملة، وهي تحتمل على الأقل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الاستثناء على جهة الشك في الإيمان، وهذا لا يجوز عند طائفة، عند جميع طوائف المسلمين. من قال أنا مؤمن إن شاء الله وكان مراده التردد في أنه مؤمن أو غير مؤمن، فهذا لا، يعني لا يصح عند أحد، لا عند أهل السنة ولا عند غيرهم، لأنه يترتب على هذا ماذا؟ الشك في الإيمان، وهذا لا يعني لا يتصور من مؤمن. الحالة الثانية أن يكون القول أنا مؤمن إن شاء الله على جهة البراءة من تزكية النفس، بأنني قد حققت مرتبة الإيمان، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لكنه مسلم. فالمسلمون عندهم الإيمان المجمل جميعا، لكن منهم من يأتي بالإيمان الواجب فيكون مؤمنا، ومنهم من يكون تكون درجته أرفع من هذا فيكون محسنا. فالمسلمون منهم من يبقى على أصل الإيمان المجمل، ومنهم من يزيد إيمانه فيأتي بالإيمان الواجب، ومنهم من يكون أفضل فيأتي بالإيمان المستحب. الدرجة الثالثة أو المعنى الثالث، وأهل السنة على هذا يستثنون، لأن مقصودهم أن الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن، لأن المؤمن
محكوم له بدخول الجنة، فمن حكم لنفسه بأنه مؤمن كما سيأتي في كلام السلف فينبني على كلامه كأنه يحكم لنفسه أنه يستحق الجنة وأنه ليس عليه عقوبة أصلا، فهذا لا ينبغي. إذا كان على جهة التزكية هذا لا ينبغي، لكن إذا كان على جهة إثبات أن أصل الإيمان متحقق له وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا شك أن عنده هذا القدر. المعنى الثالث أن يكون المقصود بقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يوافيه على الإيمان، يعني بمعنى أن يموت على الإيمان، وهذا معنى خارج عن الخلاف في المسألة. ولهذا قد يشكل على بعض طلاب العلم أن بعض المرجئة يقولون بالاستثناء في الإيمان، فيقولون إذا كان الاستثناء في الإيمان لا يكون إلا لمن قال بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن للإيمان أصلاً وكمالاً، فكيف يمكن أن يقول هؤلاء وهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه حقيقة ثابتة واحدة ليس لها أصل وكمال؟ فنقول هم يقصدون يعني هذه الحالة الثالثة، وهو أن من قال منهم بجواز أن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله، أي أنه يرجو أن يموت على الإيمان، وهذا يعني معنى خارج عن أصل الخلاف في المسألة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود فأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو، فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ نعم، يعني هذا يقول أنا مؤمن، فالمؤمن وعده الله عز وجل بدخول الجنة وأنه لا يعذب، فلأن يعني مرتبة الإيمان هذه ينافيها ارتكاب الكبائر، يعني كما جاء في الحديث السابق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فظاهر الحديث أن الزاني ليس بمؤمن، فمن ادعى هذه المرتبة فكأنه يدعي أنه ليس عليه كبيرة، ومن أتى وليس عليه كبيرة فقد وعده الله عز وجل بدخول الجنة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فحاجه ابن مسعود بأنه كان ينبغي أنت أو سأله أفأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. هنا جزم ولا لم يجزم؟ لم يجزم، فقال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى، يعني كما أنك لم تجزم في أنك من أهل الجنة ينبغي ألا تجزم في أنك قد حققت مرتبة الإيمان التي هي الواجب التي هي فوق مرتبة الإيمان المجمل. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بين نحن نسير إذ لقينا ركبا، فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون، فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ نفس المعنى السابق. نعم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا نفس المعنى، لكن هنا إضافة أنه كان يمكن أن يقول بالإيمان الذي هو يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا لا بد منه عند كل مؤمن، لكن أن تثبت لنفسك درجة ربما ليست لك هذه من التزكية، والله عز وجل نهى عن التزكية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وهذه الدرجة تقوى هي درجة الإيمان التي هي فوق درجة الإسلام. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال قال لإبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظوا هذه العبارة تدلنا على أن
أهل السنة كانوا يمتحنون بهذا، كانوا يسألون هذا السؤال من باب أنه يلزمكم إذا قلتم إن شاء الله أن تشكوا في إيمانكم. فقال أهل السنة لا يلزمنا، لأننا لا نقصد الإيمان الأصل الذي هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان، وإنما نقصد الإيمان المرتبة الذي هو تقوى وبر فوق مرتبة الإيمان المجمل. فإذا اختلف المتعلق حينئذ ينتهي الإشكال. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني من أثبت لنفسه أنه مؤمن بهذا الاعتبار لا إشكال، لأن عنده إيمان بهذه الأركان. لكن الإشكال أن يثبت لنفسه الإيمان المرتبة الذي هو قد يكون وقد لا يكون. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. نفس الآية. المعنى. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد: هذا معنى الرجاء، بمعنى أنه يرجو أن يكون مؤمنا لكنه لا يجزم. نعم. قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين. يعني هنا معنيان: إذا كان على جهة التزكية ودعوة الاستكمال فلا بد من يعني عدم الجزم هنا، لأن حالة قد تكون ثابتة للشخص وقد لا تكون، والله أعلم بحال العبد. لكن إذا كانت على المعنى الثاني الذي هو ما يتعلق بأحكام المؤمنين من ثبوت وصف الإسلام لهم، كما جاء في حديث الجارية التي ذكرناها بالأمس: أعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة. الشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان الكامل أو بالإيمان حتى الباطن، لو إنما شهد لها بماذا؟ بأنها مسلمة. يجوز أن يعتقها يعني معاوية بن الحكم السلمي حين جاء يسأل عن الحكم. نعم. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. والمقصود بالإيمان هنا الإسلام ما يتعلق بالأحكام الظاهرة، وليس الإيمان المتعلق بأحكام الباطن. نعم. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. يعني يرى أن الاستثناء وعدم الاستثناء واسع، لأن الأمر يعني بحسب نية صاحبه. فهل يتصور أن مؤمنا يستثني في إيمانه على جهة الشك، ولا هذا يعني غير متصور؟ ما يتصور. فإذا يبقى أنه إذا قال أنا مؤمن هو أصلا يقصد أنه من المؤمنين من المسلمين، لا يقصد التزكية. لكن من باب يعني أهل السنة ينظرون إلى الأحوط، وأن الإنسان إذا كان في هذا الباب ربما يقع في تزكية نفسه بما ليس منه، ربما يفهم منه ذلك، يعني يقول إن شاء الله ولا حرج. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن. لماذا حسن وحسن؟ لأنه إذا قال أنا مؤمن فالأصل أن يكون مقصوده ماذا؟ أنه من جملة المؤمنين المسلمين. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو على مراد يعني عدم التزكية، عدم تزكية النفس. نعم. لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. نعم. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف،
مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين. إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، كيف يكون ذلك والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ لأن سياق الكلام يدل على هذا، أن يسأله عن ثلاث طوائف، يعني عن المؤمنين والمنافقين والكفار. فمن المقصود بالمؤمنين هنا؟ المسلمون، وليس المقصود به الإيمان على وجه التزكية الذي يكون لبعض المسلمين دون بعض. نعم. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن. فإن كان الأصل محفوظاً عنه فهو عندي على ما يبين أن أبا عبيد يشكك في هذه الرواية، وأنها ربما تكون غير محفوظة أصلاً. نعم. فإن كان الأصل محفوظاً عنه فهو عندي على ما أعلمتك. وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده، لأن أصحاب عبد الله على خلافه. وهذا يعني من أئمة الحديث يحيى بن سعيد القطان، فإذا كان ينكر هذا فهذا مما يستدل به أو يتبين به أن الأصل أن هذا الأمر لم يرد عنه أصلاً. نعم. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون: نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والصلتي ابن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم. إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلاً؟ يعني وكان يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه ربما تكون العبارة: كانوا لا يتسمون به أصلاً. نعم. وكان الآخرون يتسمون به. فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين، فمعاذ الله، يعني ليس هذا من شأن أهل السنة ولا من قولهم، ولم يقله أحد منهم، إنما هذا قول المرجئة. لماذا؟ لأنهم يرون أن المؤمنين على يعني معنى واحد وحقيقة واحدة في الإيمان لا تفاوت بينهم، ثم تجاوزوا في الأمر فادعوا استواء إيمان المؤمنين والملائكة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى أنه لا إلى المساواة بين إيمان الفاسق وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه غلو، وهذه من الإشكالات التي طرأت عليهم. ولهذا لما نجد أحد أئمتهم هو الإمام الجويني ويقول بهذا الأصل، لكن يريد أن يفسر معنى زيادة الإيمان، فعله بإشكال أسوأ من القول، فقال بأن زيادة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم هي في كثرة تصديقاته، بخلاف الفاسق فتصديقاته قليلة، لأن الإيمان هو التصديق كما يقولون. فإذا الفرق ليس في التصديق، ليس في حقيقة التصديق، لأنه يستوي إيمان الفاسق وإيمان النبي في الكيفية. إذن الفرق أين؟ قالوا في الكمية. فهذا مثل هذه التخريجات الباطلة الشنيعة تدل على ماذا؟ تدل على بطلان أصل القول، وأنه نشأت عنه هذه اللوازم الشنيعة جدا. نعم. فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين، فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، قد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان: إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال: سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم،
فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو عبيد: حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. لبيان اضطراب فساد قول هؤلاء، أنه إذا كانت هذه الجارة التي تغني هي مؤمنة عندكم ومريم بنت عمران مؤمنة، وعندكم أن المؤمنين يعني لا يتفاوت إيمانهم، فيلزم هذا القول الشنيع. نعم. كيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقصد المقارنة بين حال الملائكة وحال المؤمنين، وأن الملائكة لم يتوجه لهم هذا الوعيد وهذا اللوم بخلاف المؤمنين كما سيأتي. فأوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمقت في ثالثة، واستبطأهم في رابعة، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لخائف أن يكون هذا من الاشتراء على الله والجهل بكتابه. يعني عموما هذه المسألة وهي قضية يعني المفاضلة بين صالح المؤمنين والملائكة يعني ليس مجالها هنا، لكن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان من المنتشر الشائع بين السلف تفضيل صالح الملائكة صالح المؤمنين على الملائكة، والمسألة ليس محلها في هذا الكتاب تفصيل القول فيها.